طلاب الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشرح الدرس الأخير من الوحدة الثالثة، مربع العدد والجذر التربيعي. ما المقصود بمربع العدد؟ مربع العدد يعني حاصل ضرب العدد في نفسه. العدد في نفسه، ومطلوب مني أحفظ مربعات الأعداد من 1 ل 12 ل 15 حسب المس شو طلبت منك. شو يعني مربع عدد؟ لما بحكي لك ما مربع العدد 1، شوف شو بحط. بحط هون 2 صغيرة، هاي الاثنين صغيرة تعني مربع، وتقرأ 1 تربيع أو مربع العدد 1، ولا تعني 1 ضرب 2. هذه تعني حاصل ضرب العدد في نفسه، 1 ضرب 1 ويساوي 1. 2 تربيع يساوي 2 ضرب 2 ويساوي 4. 3 تربيع 3 ضرب 3 ويساوي 9 وليس 6، وهكذا يا أمي. 4 تربيع تساوي 16، 5 تربيع تساوي 25، 6 تربيع تساوي 36، 7 تربيع تساوي، اللهم صل على سيدنا محمد، 49، 8 تربيع تساوي 64، 9 تربيع تساوي 81، 10 تربيع تساوي 100، ومنها 11 تربيع تساوي 121، 12 تربيع تساوي 144، 13 تربيع تساوي 169، 14 تربيع يساوي 196، 15 تربيع تساوي 225. هلأ ماما، الأعداد 1، 4، 9، 16، 25، 36، 49، 64، 81، 100، 121، 144، 169، 169، 225، جميعها أطلق عليها اسم مربعات كاملة. مربعات كاملة، والمربع الكامل، هذه مربعات كاملة، والمربع الكامل يعني يوجد عدد بضربه بنفسه بيعطيني هذا العدد. يعني لو أسألك هل 49 مربع كامل؟ تحكي لي نعم. لماذا؟ لأن 49 عبارة عن 7 بـ7. هل 100 مربع كامل؟ تحكي لي نعم. لماذا؟ لأن 100 عبارة عن 10 في 10. هل 101 مربع كامل؟ تحكي لي لا. ليش؟ لأنه ما في عدد بضربه بنفسه ضروري جدا بنفسه بيعطيني شو؟ بيعطيني 101. هاي الفكرة الأولى بالدرس، اللي هي مربع العدد وتعني حاصل ضرب العدد بنفسه. لما أحط 2 في أعلى العدد يعني أني أنا طالب منك أنك تربعه، يعني تضربه بنفسه. المربعات هاي كلياتها اللي أخذناها بطلق عليها اسم مربعات كاملة. لكل مربع كامل نستطيع إيجاد الجذر التربيعي. مطلوب منك إشي اسمه الجذر التربيعي. الجذر التربيعي برمز له بهذا الرمز، شوف كيف هيك. الجذر التربيعي لأي عدد، طبعا العدد اللي لازم أحطه تحت الجذر التربيعي الأصل يكون مربع كامل، يساوي الجذر التربيعي لأي عدد. بدي عدد بضربه بنفسه، هون عدد ضرب نفسه يساوي ما تحت الجذر. ولكن يا خامس، ما بصير آجي أحكي الجذر التربيعي إلى 49 يساوي 7 بـ7. هذا الحكي خطأ. أنا ما بأخذ العدد في نفسه، بأخذ فقط 7. يعني شو العدد اللي بضربه بنفسه بيعطيني ما تحت الجذر؟ ما العدد الذي حاصل ضربه في نفسه بيعطيني ما تحت الجذر؟ إذن الجواب الصح هون، بحكي الجذر التربيعي ل49 يساوي 7، الجذر التربيعي ل121 يساوي 11، الجذر التربيعي ل25 يساوي 5. ولاحظوا ماما، كل الأعداد الموجودة تحت الجذر هي مربعات كاملة. إذا مطلوب منا في هذا الدرس نوجد الجذر التربيعي.
تربيعي لمربع كامل، الجذر التربيعي لمربع كامل. فمثلا لو سألتك شو الجذر التربيعي للواحد وثمانين بتحكي لي تسعة، شو الجذر التربيعي للأربعة وستين بتحكي لي ثمانية. إذن شو العدد اللي بضربه بنفسه بيعطيني ما تحت الجذر؟ زي ما حكيت لكم ما بصير أحكي سبعة بسبعة، لا الجذر التربيعي لا، التسعة وأربعين تساوي سبعة، باخذ سبعة بس. للمية واحد وعشرين أحداش، للخمسة وعشرين خمسة، للأربعة وستين ثمانية، للواحد وثمانين تسعة، وهكذا. تمام، هاي أهم الأفكار الرئيسية اللي هي ثلاث أفكار. بداية أعرف شو يعني مربع العدد، بعدين أعرف شو يعني مربع كامل، بعدين أجد الجذر التربيعي لمربع كامل. يعطيكم ألف عافية. خمس